بكم جديد في مطبخي، مطبخ ليلى كامل. اليوم نهار سبيسيال عندي، هو نهار عيد ميلاد راجلي، الله يحفظه الله يخلي لي. ما لقاش حسن من دعوه زوينه نديها معاه، خنقول لي قلت ما غاديش نعبر. دونك اليوم محضره ليه واحد القليب، واحد لاكريم بالفرامبواز، جولي بالفرامبواز، واحد لاباط كروكونت كتجي ساهله بزاف، كنقدروا ندخلوها في مجموعه من الوصفات الحلوه، وكلاصاج ميغوار احمر، وديكوراسيون غادي تشوفوا كل شيء في الفيديو ان شاء الله. وكنهدي هذا الفيديو سبيسيالمون لولد زينه ابو السعيد، لان كانت كتبت ليا وسولتها على اسم الولد ما عطاتنيش الاسم ديالو، وكنهديوه ليه وتنقول ليه الله يعاونك عليه والله يطول في عمره ويحفظه ليك زينه، ونشوفوا المقادير. بالنسبه لهاد الطبقه المقرمشه اللي غادي ندير وسط هاد الكاطو هذا، غادي نحتاج 50 غرام من كل حاجه من هاد الاربعه، 50 غرام ديال بودره اللوز، 50 غرام ديال السكر، 50 غرام ديال الطحين، و50 غرام ديال الزبده. بالنسبه لبودره اللوز نقدروا نديروا بلاصتها اللوز عادي مطحون بالقشور ديالو، يعني ماشي بودره. غادي ناخد، وانا بالفعل هو اللي كندير غير دابا حيت ما عنديش، درت البودره ديال اللوز اللي لقيتها واجده عندي. اذا غادي ناخذوا هاد المقادير بخمسه بربعه بهم، وغادي نديرهم فوق العافيه، وغادي نبدا نحرك. الوقت اللي غادي الزبده تذوب هاد الخليط، هاد المقادير غادي تذوبهم، غادي نخليها واحد شويه عاوتاني فوق البوطه، غادي يبداو يتحمروا. ان فوا يبداو يتحمروا صافي غنحيدو، غنلقاهم باقيين كيتلاصقوا، يعني ممكن نشكل بهم واحد الطبقه بحال هاد الشكل هذا. فغادي ناخذهم وغادي نديرهم في واحد لومبورت بياس على شكل قلب كما كتشوفوا، لان انا غادي ندير التام ديال القلب، وغادي نستفهم. هما واخا كيبانوا لكم ناشفين، راهم يعني كيقدروا يشكلوا. هنا حضرت الجولي ديال الفرامبواز، الوصفه غادي نحطها لكم في صندوق الوصف. اذا بالنسبه للكريمه غادي نعطيو المقادير مع الطريقه في نفس الوقت. غادي نحتاج 250 غرام ديال الكريم ليكيد سائله، غادي نضيف ليها عفوا حليب مركز اللي غادي يحليها. الحليب مركز كيعطي نكهه زوينه للكريمه، ولكن اللي ما عندهاش تقدر دير سكر كلاصي. تقريبا درت هنا 100 غرام ديال الحليب المركز محلى، ودرت قطع ديال الفرامبواز. اذا فرامبواز مجمد شديته وبديت كنفرتو. غادي نبدا نخفق هذه الكريمه حتى كتطلع مزيان، مجرد ما كتولي شويه متماسكه كما كتشوفوا هكا في الصوره. غادي نجيب واحد الياورت ديال الفخاز اولا الفرامبواز الا كان متوفر عندكم، وضيفوه وكملوا الخفق. اذا غنبقى نخفق حتى كتولي عندي الكريمه كثيفه، وكنزيد ليها الفرامبواز لان الاول كيكون داب. اذا غادي نحط نصف كميه ديال لاكريم، وغنحاول نصفها خصوصا الوسط، غنصفف مزيان باش غادي نحط هذوك القليبات اللي حضرت ديال الجولي دو فرامبواز بحال هذا الشكل. ومن بعد غادي نجيب هذاك القليب ديال الكروكون، وغادي نغطي ايضا بلا كريم. اذا كنغطيها هكا وكندخلها للمجمد على الاقل 4 ديال السوايع. هاد الوصفه هادي اللي كنحضر دابا هي الكلاصاج ميغوار احمر، اكيد الوصفه كاينه في غادي تلقاوها في صندوق الوصف. هنا حطيت لكم غير لقطات من داكشي اللي كندير، يعني الوصفه كاينه، فقط غادي تبدلوا الملون الازرق بالملون الاحمر. هنا ضفت الشوكولا الجليكوز والماء والجيلاتين، وغادي نضيف لهم ملون احمر ونحرك. اذا الوصفه بطبيعه الحال غتلقاوها في صندوق الوصف بالتفاصيل وبالمقادير. اذا هذا هو الكلاصاج ديالي، جبت الكلاص اللي صايبت، يعني الكاطو كلاصي اللي صايبت، وغادي نكب عليه الكلاصاج ميروار احمر، وغادي نقادو مزيان. بالنسبه للتزيين سمحوا لي ما صورتش بزاف التزيين، فقط درت شوكولا في الجنيبات يعني في القوالب اللي بحال مروحه، وزينته بالعقيقات وشويه ديال الفرامبواز والشوكولا. وبالصحه والراحه، ونتمنى يكون عجبكم. يكون عجبكم القليب ديالي، و دائما شاركوا في قناتي، وشكرا على تعليقكم، شكرا على دعمكم، اشتركوا دائما في قناتي، وشكرا على تعليقكم، شكرا على ردودكم، والى اللقاء في حلقه جديده ان شاء الله من مطبخ ليلى كامل.